أهلا بحضراتكم من جديد. طبعاً كل الناس شافت خلال الساعات اللي فاتت الصور الخاصة بالجزار اللي كان معلق الذبيحة بتاعته على المونوريل. والموضوع الحقيقة يعني ناس في الأول ما كانتش متخيلة إنه ده حقيقي. يمكن ناس كتير كانت عمالة تقول يا جماعة متأكدين من الصورة؟ هي الصورة دي في مصر؟ إزاي كده؟ يعني محدش كان متخيل إنه ده ممكن يحصل. واستنكار الناس للحادثة دي الحقيقة أنا بشوفه إيجابي، لأنه قبل كده كنا ناس كتير تشوف حاجات شبه دي وتقول ماليش دعوة وما تلاقيش حالة الوعي دي، وخصوصا وإحنا في أجازة والناس يعني كل واحد منشغل بحاله، إلا أنه لا بقى في وعي، ووعي واضح أنه إحنا مش هنبني ونعمل مجهود كبير وندفع ملايين علشان نشوف مشهد زي ده. محدش يقبل ده، يعني الواحد مش قادر يستوعب الصراحة هو كان بيفكر في ايه لما عمل كده. يعني مش عارف، يعني مساله التعدي على المشروعات القوميه وانه استخدم المال العام وكانه يعني دي يعني مالي الشخصي، واشوف ده في وسط مدينه نصر، يعني دي حاجه غريبه جدا. لكن حقيقه الاجهزه الامنيه كانت رسالتها واضحه، وانه مساله التعدي على المال العام وعلى المشروعات القوميه دي جنايه، وعلى الفور كان في ضبط للجزار ده. واعتقد ان الناس كانت بتتكلم على غرامه يمكن تعدي ال 100,000 جنيه اللي هيحصل. ويعني ده مهم علشان احنا ما نشوفش حوادث زي دي بتتكرر، لانه مش بس التعدي على يعني اعمده المونوريل اللي احنا شفناها، هو احنا كان عندنا حجم تعديات على اراضي زراعيه وعلى اراضي خاصه بالدوله كبير جدا، ويعني بيتم التصالح فيها، لكن ده كان موجود. ودي مسألة الحقيقة لازم نرفضها. نرفضها أيا كانت شكل التعدي ده إيه. يعني ما ينفعش أكون أنا بعمل ده وأرفضه بالمناسبة. يعني لازم أكون فاهم إنه لما يكون في رفض مجتمعي لده السلوك ده نفسه هيتغير. وكويس إن إحنا كلنا مستنكرين هذا السلوك. خلينا نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل مع استاذ دكتور حسن سند عميد كليه الحقوق بجامعه المنيا. يا دكتور كل سنه وحضرتك بخير وعيد اضحى مبارك، ويعني عايز اعرف راي حضرتك القانوني في واقع زي اللي حضرتك شفتها، واكيد تابعت مساله المونوريل والجزار اللي كان معلق الذبيحه الخاصه بيه على المونوريل. كل سنه طيب يا فندم، وكل سنه وكل مصر والمصريين بخير وسعاده دائما ان شاء الله. هو طبعا زي ما سيادتك تفضلتي، الرفض المجتمعي ده شيء جميل جدا وايجابي، وده مظهر من مظاهر حسن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني كما نقول ان وسائل التواصل الاجتماعي لها مضار، الا انه في مثل هذه الحالات فهذه من حسناتها، انه نستطيع ان نبلغ عن الجرائم، وده طبعا في قانون العقوبات كل من علم بجريمه فعليه الابلاغ عنها في واقع ما نظمه قانون الاجراءات الجنائيه. وبالتالي أصبحت حماية المال العام يعني ليست مهمة الموظفين القائمين على الحماية، وإنما مهمة كل مصري يعلم يقينا أن هذا المال هو ماله ومال أولاده وأحفاده، وأنه يجب عليه حمايته وفقا لقواعد الأخلاق حتى قبل قواعد القانون. وبالتالي الرجل ربما تصرف في حدود الإهمال أو اللامبالاة أو الحرص يعني على فكرة الأنانية في الانتفاع، يعني في ثقافة المجتمع المصري القديمة التي تتغير الآن تغير جذري في هذه الآونة. فيعني اتخذت الجهات المسؤولة في مدينة نصر إجراءات ضده في أنه ارتكب إشغالا للطريق العام، واقترف مخالفة لقانون البيئة في أن علق لحومه بهذه الصورة في إطار مخالفة القانون 4 لسنة 94 الخاص بالبيئة، المعدل بالقانون 9 لسنه 2009. انما في كل الاحوال الاخطر انه هذا اتلاف، يعني دق هذا هو عمل خرم هذا في العمود، وفي كان تقريبا بوتاجاز يمكن في الصوره، انا أيوة مش عارفه هو كان ناوي على ايه بعد أيوة كده. هذه هي المشكله الكبرى التي ربما ارتكبها بدون درايه وبدون وعي، لكن النص هنا لا يتحدث عن النية المبيتة في العمد، وإنما يتحدث عن فعل الإتلاف نفسه حماية للمال العام. فعندنا نصوص كثيرة هي جسيمة جدا، عقوبات شديدة جدا بتتناول من 89 في فقراتها المختلفة وما يتلوها، بتصل أحيانا في الاعتداء على المال العام، أو زي ما سيادتك تفضلتي
وسائل الانتاج في الدوله احيانا بتصل الى عقوبه المؤبد، انما في ادناها الماده 361 بالتحديد تتحدث عن انه كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابته او منقوله لا يمتلكها او جعلها غير صالحه للاستعمال. في فقراتها الاولى تتحدث عن الاعتداء على المال الخاص، يعني اعتداء على اموال الناس، الاتلاف العمدي لمال الغير. في الفقرة الثانية تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات ولا تقل عن كذا إذا أدى الفعل أنه نشأ عنه تعطيل أو توقيف أو تعريض حياة الناس للخطر. وإحنا هنا في مثل هذه الحالة العقوبة في الجزء الثاني تتعلق بالاعتداء على أو الإتلاف للمال العام بغض النظر عما إذا كان هذا الإتلاف عمديا أو بإهمال. وهذه هي المشكلة التي تواجه المتهم الذي قد يكون تصرف برعونة أو بتسرع أو بإفراط في الأنانية. ولذلك أنت سيادتك ذكرت عبارة في معرض حديثك أنا أرى أنها يعني يجب أن نتوقف عندها، وهي الرفض المجتمعي. إحنا عندنا ثقافة قديمة لابد أن تتغير في المدارس وتتغير في الجوامع والكنائس، وهي استسهال التعدي على المال العام. يعني أنا بكون حريص جدا 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 في حماية أموالي وأملاكي وممتلكاتي وكل ما يتعلق بذمتي المالية. وعندما وده يا دكتور كل اللي بيسافر بره مصر وبيسمع أرقام الغرامات لو عملت مخالفة ما بيبقى يعني عنده حالة ذهول، معقولة هدفع كده لو رميت مثلا ورقة هنا ولا رميت لبانة هنا؟ أيوه هو ده اللي بيحصل في كل دول العالم، الغرامات كبيرة جدا. فما بين بقى الموقف المخجل اللي احنا شايفينه ده واستخدام مشروع كبير زي المونوريل لسه ما اشتغلش بالطريقة دي، الحقيقة يعني لا، لازم نتدارك مسألة الوعي المجتمعي بالحفاظ على مشروعات الدولة اللي هي زي ما حضرتك بتقول مشروعاتي أنا وأولادي. الثقافة القديمة يا فندم زي ما سيادتك تفضلت جدا، وأنا طبعا هذا الجزء مهم جدا لسيادتك ذكرتيه، الثقافة القديمة اللي هي من 100 سنة لورا، انه لما عندما يستقل احدنا التوبيس النقل العام لا يجد غضاضة في انه يستطيع حتى وان كان طفلا ليعبث ان يتلف مثلا هذا المقعد الذي يجلس عليه، ولو كان ذلك حتى بنوع من الخربشة. انما الان لابد ان يكون هناك وعيا جمعيا، الوعي الجمعي او الوعي المجتمعي او الضمير الجمعي في مصر إثقاله ليس فقط بشبح العقوبة الرهيبة في قانون العقوبات، لأنها عقوبة شديدة جدا، هي بتنتظر هذا الشخص الذي يمكن أن يكون حسن النية بس مفرط في اللامبالاة. إنما لابد أنه على المجتمع سواء الجمعيات الأهلية أو الكنائس أو الجوامع أو المدارس أو الإعلام أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، لأننا هنا في الحالة دي من حسناتها أن وسائل التواصل الاجتماعي أدت دور جميل جدا في دق ناقوس الخطر في تصرف سلبي من مواطن قد يكون عنده قدر كبير جدا من السذاجة أو عدم المعرفة أو لا مبالاة أو عدم الاكتراس إلى آخره. لكن لابد علينا جميعا سواء في الجامعات أو في المدارس أو في النوادي أو في قصور الثقافة، أو وأنا أكرر هذا كثيرا، أنه إلقاء العبء مرة واحدة على الشرطة والنيابة والمحاكم ويبقى هدفنا أن احنا نضع الناس في السجون، ما الدولة بتتحمل أيضا حتى كلفة هذا السجين داخل السجن. لا، إنما هي يا دكتور هنا أن الوقاية خير من العلاج. صحيح، الوقعة دي على وجه التحديد هو الوقعة تقريبا كانت يوم 28 في محاضر عدة اتحررت ضد الجزار. حصل. من البيئة ومن النقل ومن المرافق والإشغالات، يعني ده كان حاصل وقبل ما الصور تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الإيجابي هو أنك تحس أن الناس دمها محروق على الشغل ده، ما ينفعش ده يحصل، وتشوف انه كل الناس لا عايزه تسمع ايه اللي حصل، ايه الاجراء القانوني اللي تم اتخاذه. وهنا بنتكلم عن الوعي المجتمعي اللي يعني بالنسبه لي هو نقطه مضيئه في موقف مخجل زي اللي احنا شفناه يعني من قبل الجزار. لو تسمحي لي سيادتك، الناس تشعر الان ان هذه الاموال هي املاكها، وان السيد رئيس الجمهوريه يبني لصالح المجتمع ولصالح الاجيال القادمه وليس لصالح نفسه، وانه علينا جميعا على الاقل في حدنا الادنى ان نتكاتف لحمايه هذه الاموال التي تبنيها مصر الان. وبالتالي شعوري كمواطن ان هذا يخصني ويخص الاجيال المقبله من اولادي واحفادي ده شعور ايجابي جميل جدا. يجب علينا ان احنا نركز على هذا الشعور الايجابي ونكثف الجهود، انه الرقابه المجتمعيه او رقابه الراي العام هي جزء مهم جدا، واحنا بنشوف ده في الدول المتقدمه بصوره مكثفه عظيمه جدا.
آن الأوان الآن أن نشعر أن هذه الممتلكات هي ممتلكاتنا، وأن هذه الأموال العامة هي أموال تخص الشعب، وأن نحن نبنيها بأموال الشعب. وبالتالي إذا كان لنا أن نشكر سيادة الرئيس أو نشكر الدولة على هذه المشروعات العظيمة، لكن لابد أن نتحمل مسؤوليتنا في حمايتها بكل وسائل الحماية الممكنة المشروعة، وهي في حدها الأدنى الإبلاغ عن المخالفات والجرائم التي تقع على الأموال العامة. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ دكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا.